ورجعنا لكم تاني وفكرتنا النهارده عن الميك اب وحاجه مخصوص جدا في الميك اب، الحواجب. الحواجب يا جماعه برواز العين، وانا بشوف لو الحواجب مش متظبطه لا يمكن ميك اب العين ولا الميك اب يطلع حلو. ومش بس كده، بشوف حتى لو مش حاطه ميك اب وحواجبك مش متظبطه عمر ما شكلك بيبقى حلو. النهارده ضيفتي انا بعتبرها واحده من اقوى خبراء الميك اب في مصر، وانا شخصيا الميك اب بتاعها بيعجبني جدا جدا جدا، عشان كده قلت مفيش حد هيكلمنا على الموضوع ده ويظبط لنا الحاجات دي غير خبيره التجميل مروه اباظه. مساء الخير يا مروه ومنوراني. مساء الخير، ازيك؟ ومعانا برضو الماضل مروه. هاي يا مروه، ازيك؟ عامله ايه مروه؟ احنا دماغنا واحده، اوكي، بالذات في موضوع الحواجب ده. اهميه الحواجب ايه يا مروه؟ طيب بصي، مبدئيا ازيك، انا مبسوطه اني معاك. ميرسي على الانترودكشن التحفه دي. مبدئيا احنا من واحنا صغيرين لما كنا بنيجي بنرسم حد فرحان قوي كنا بنرسمه بحواجبه، ان هو باين الحواجب ان هو فرحان. حد زعلان قوي بنعمله ان هو زعلان بحواجبه. صح. حد شرير حتى او مكشر بنعمل حتتين دول نازلين لتحت، وده اللي بيخلي ان كتير في بنات ممكن تبقى داخله في وسط اي تجمع واول كلمه يتقال لها ايه؟ انت مالك زعلانه ليه؟ مكشره ليه؟ انت بتبقى غلطه في رسمه الحواجب. طبعا الحواجب انا بالنسبه لي اول ما ابص لوش حد ما ابصش لحاجه خالص غير شكل حواجب. ده حقيقي. الحواجب مظبوطه انا بحس ان عيني مرتاحه. عيني مرتاحه خلاص هقدر بعد كده اعمل اي حاجه في الميك اب. الميك اب بالنسبه لي هيظبط معايا جدا بشرط الحواجب. الحواجب لو مش مظبوطه او شكلها ارتفيشال قوي اللي هو زي الحبر ده، لا بتحس ان العين تعبانه حتى لو الميك اب بيرفكت. طيب مروه، احنا عايزين نبدا على مروه، هي عامله لها حاجب صح وحاجب غلط. أه. اوكي. قبل بس ما تبداي يا مروه، احنا لازم قبل ما حتى تظبطي الحواجب بالميك اب تتعمل صح. صح. فهي دي كوارث اللي بيحصل يعني. دي بقى من ضمن الحاجات اللي احنا فاهمين ان اي حد بيقدر، سوري يعني في الكلمه، يعمل تنظيف للوش يرسم كمان الحواجب. الحواجب دي تخصص خبير التجميل. مش تخصص اي حد تاني. انا ما امسكش الملقط ويلا واشتغل وابوظ حاجبي العمر كله. بالظبط كده خلاص. انا دايما بقول ايه؟ ان شعرايه الحاجب زيها زي شعرايه الراس، نتعامل معاها بحرص جدا ونحافظ عليها زي ما بنحافظ على شعر الراس. فمش بسهوله شعرايه الحاجب بتتشال كده ابدا. طب توري لنا على مروه، يعني انت دلوقتي لو هتزيلي الواحده الشعر زي تبداي يا مروه، وطبعا كل لازم نتعامل مع الحواجب اللي معانا. احنا معناش تعملي فيها ايه؟ اقول لك حاجه، انا لو عن نفسي لو واحده جايه لي ما بتعملش حواجبها خالص اقول لها سيبيها لي في خلقه ربنا احسن مما تبقي عاملاها بره ومبوظاها. طيب. انا حتى في الكونتراكت عندي في المكان منع ان حد يعمل حواجب بره. طب لو قسنا على حواجب مروه اللي مش معقوله تنصحيها بايه؟ بصي مبدئيا مروه كان عندها مشكله ان هي طيب. كانت عامله مايكرو بليدنج بره. ودي بقى عارفه اللي هي الغلطه اللي بألف، اللي هي غلطه ما بتتصلحش خالص. فاول كلمه مفيش داعي نجو قوي ناحيه الحاجات دي الا لو عند حد ثقه جدا. ثقه جدا ومعروف ان هو ملهوش اخطاء. فشويه هي كان في غلطه طبعا في الحاجب فظيعه. ممكن طبعا. اتفضلي خلاص. طيب بصي يا امينه، الاول قبل اي حاجه واخده بالك ان هنا بالحاجب ظبطنا نسب القوره نفسها. شايفه هنا تحسيها كبيره، تحسي العين كلها ساقطه. صح. لتحت هنا تحسي لو بصينا تحسي ان العين فتحت. مساحه العين بقت قريبه من مساحه التشيكس. مساحه حتى البق. تحسي الدنيا كلها نسبها اتظبطت. هنا تحسي ان في مساحه كبيره قوي هنا، العين ساقطه والقوره كبيره وهنا المساحه كبيره ما بين. تحسي ان في حاجه يعني. النسب كلها مش متظبطه. فانا هنا بالنسبه لي مروه اول ما جت بصي نبعد عن الجل في رسم الحاجب. انا بعمل اول زي كنتور للحاجب. بصي ده قلم عادي، قلم وسنه رفيع. بصي بنعمل ايه؟ بعلمي الناس كده يا مروه. بملى بعيني كده. اما بص انا بحس ان في ديفكت هنا حاصل عندي. بصي اللي تحت ده اهو كده هملاه. طب كلميني، انت بتقولي الجل لا، طب الباودر اخباره ايه؟ هقول لك حالا ليه. اعمل كونتور للحاجب بالقلم الاول اللي هو السن الرفيع. اوكي. وهرجع هعمل هنا زي ريفل كده بسيط. بصي. طب وبتختاري انت دلوقتي ما بتختاريش رسمه يا مروه، انت بتعملي على اللي معاكي الرسمه بالزبط. اللي تناسبها. بالظبط. لان انت معاكي اوريدي شعر مش هتقدري تخترعي يعني. بالظبط. فاهماني ازاي؟ فهنا كده بروح مكمله شويه الحاجات اللي كانت ناقصاني. طب كلمينا وانت بتشتغلي كده يا مروه. بصي هنا من قدام شعرات بسيطة لفوق. اوعي قدام كده،
لازم دايما على فوق. مش وضع افقي ابدا. اوكي. ومن تحت لفوق. طب مروه، فبيديني افكت زي الشعرات. طب كلمينا وانت بتبني كده، انت بتقولي جل وحش ليه؟ هوريكي ليه. الجل استخدامه في التلت الاخير من الحاجه. اوكي، انت لسه هتعملي حاجه. اوكي. ما طبعا انا اللي انا بعمله دلوقتي ده زي كونتور للحاجه، بس بحدد الشيب بتاع الحاجه، انما ما ابتديش بالجل، لان الجل غلطته خلاص عمرها ما هتتظبط، يعني مش هعرف اعدلها تاني. فاهماني ازاي؟ اوكي. وبعد كده ده قلم باودر. قلم باودر. لكن مش باودر هو. لا، هو قلم باودر. قلم باودر. اوكي. اوكي. ولو تلاحظي اللون بتاعي يا امينه البني اللي على جراي. طبعا الاسم ده نبعد عنه خالص. حد في الدنيا حواج بسود. حواج بسود خالص. طب مروه انت ما كملتيش بالقلم طب العادي ليه؟ لان التيني سنه رفيع قوي، انا بعمل بيه الشيب. اوكي. اكتر ما بعمل بيه وده مش قلم عادي، قلم الحواجب العادي ده قلم باودر. ده قلم باودر. اوكي. ليه؟ لحاجتين. اولا ما ينحلش الشعرايه. الشعر ما يتنحلش، لان الحك الكتير ده بيوقع الشعر. اوكي. اوكي. وهل يا مروه لازم يبقى في تدريجه وانت بتعملي؟ يعني طبعا دايما لازم. من قدام اخف بكتير من النهايه بتاعت الحاجب. ومن قدام يا مروه لازم يبقى ناعم ولا البوز اللي بيتعمل ده؟ لازم يبقى شارب. شارب. اهم بقى من ناعم او خشن يبقى شارب. اوكي. لدرجه ان احيانا بصي بنستخدم اي لاينر بني. اوكي. في اي لاينر. لا دي قصه الحواجب، يعني احنا استخدمنا تحديد وقلم بودره واي لاينر. لسه ايه ده كله؟ بصي شايفه هنا كده. شايفه بتدي افكت الشعرات ازاي؟ شارب بس ناعم يا مروه في نفس الوقت. ما اصل انا بحس ان بعد ساعات بيجيبوا مسطره ويقوموا ايه زي عاملين، عارفه الخط. لا بصي بقى، موضوع المسطره اللي في الحواجب دي غلطتها كالاتي. كلنا عندنا ماسلز اللي هي العضلات في الحاجب. ممكن الحاجب بتاعي يبقى مظبوط جدا، واول ما يجي الفيس اكسبريشنز بتاعتي تلاقي الحاجب بقى زي هاف سيركل كده، فاهماني؟ فتلاقي شكل الانجل، مساحه الانجل اختلفت، بقت بعدت قربت. فعشان كده الحاجب دايما اظبطه على احساسي انا بشكل حاجبها هي الاصلي. لكن انا ما اقدرش اقيس الحواجب يا مروه اقول يبدا امتى وينتهي امتى والارتش فين. لازم يبتدي مع نهايه المناخير، ولازم نهايته دي البدايه، ولازم نهايته دي البدايه. صح كده، دي البدايه. اوكي. والنهايه دايما لازم بعد العين. بعد العين. لو عاملين ميك اب يبقى سنة هنطول. لو مش عاملين ميك اب هيبقى اللي هي النهايه من قبل ما احط ميك اب. طب والارتش يا مروه اللي هي دي بتبقى فين؟ ثلاث ارباع التلت الاخير ابتدي اعلى بيها. اعلى بيها. خلاص. كان زمان كان طالع الستريت قوي الحاجب. الستريت. بقالنا سنه تقريبا بقى الحاجب انعم. طب بصي إيه الجل. ده الجل هتحطيه فين بقى؟ شايفه؟ ليه في الجزء الاخراني؟ عشان يجي هنا هيبقى ارتفيشال قوي. اوكي. هتبقى شكل العين الحاجب هيبقى شكله ارتفيشال قوي، وهيدي اللوك اللي احنا بنكرهه كلنا. طب مروه قولي لي حاجه. كان الحاجب في الماستر. طب قولي لي حاجه، انت طبعا ميك اب ارتست، واكيد لما هتعملي عروسه هتقعدي في حواجبها نص ساعه طبعا. لكن انا دلوقتي عايزين نحط نلزق حواجبنا وننزل الصبح بايه؟ ايه السريع يعني؟ السريع الباودر، طالما حواجبك معموله قلم باودر ولا بصي لو بتعرفي تستخدمي الباودر، عندك شعر اوريدي يبقى الباودر كفايه. اوكي. شعر خفيف هنحتاج القلم الباودر. القلم الباودر والمسكره الحواجب. مسكره الحواجب ليه؟ هوريكي حالا الايفكت وانت نفسك هتقارني. بصي بعد ما عملت كده انا بحب قوي اعمل زي ما عملت كونتور بالغامق. بصي بعمل ايه؟ تفتحي تحته. بالظبط. مروه هو ايه الموضه السنه دي؟ الحواجب تخنت، رجعت تخنت تاني، بقت شكلها ناتشرال ايه؟ احنا كل ما بنجو مع الجيرلي لوك كل ما بنبقى احلى. اللي هو ايه الجيرلي لوك؟ الجيرلي لوك اللي هو تحسي ان الشعر ناتشرال قوي بتاع الحاجب باين. شعره بعدنا عن الالوان الغامقه، بعدنا عن الشارب اللي هو التشاينيز اللي كان طالع. ده بعدنا عن بقى شكل الحاجب انعم كتير. يعني نقدر نقول ده الماسكارا. ده الماسكارا. بصي بقى شكل الافكت عشان بترفعه. غير بترفعه بتطلع الشعر اللي الجل نيمه. ما هو ده بقول لك بترفع الشعرات كانها يعني. بتطلع لي الشعر فيبان طبيعي اكتر. بالظبط. طب مروه قولي لي حاجه بس عشان الناس. سؤال الموضه ده بيجنني يعني. قولي. يعني الموضه دلوقتي شبه اللوك الطبيعي. احنا بقالنا كتير دي الموضه حتى في الميك اب. اوكي. يعني بقالنا كتير ان كل ما الميك اب بيبقى سيمبل وانعم كل ما بيبقى احلى. طب مروه هسألك حاجه تانية. هل ممكن تبدلي المروه لوك الحواجب، ولا مروه عشان هي لعبت في حواجبها ملهاش غير اللوك ده؟ لا طبعا تتبدل. تتبدل. طبعا. ايه تاني يليق معاها؟
هيليق معاها التشاينيز لو هي طالعه بقى في فاشن شو او حاجه زي كده، ممكن نديها افكت اللي هو التشاينيز المفتوح. خالص اللي هي الحواجب المفتوحه. انا ما بحبش الحواجب الطويله لتحت لانها بتديني ساد لوك فبكره قوي الحته دي، ما بحبهاش. والحاجات الثانيه بقى طبعا ما بحبهاش، زي ما بقول لك القلم اللي بيمشي كده، انا بحب الحواجب دايما على فوق طبعا. فبتديني. طب ودي ايه تاني الاخطاء اللي انت بتشوفي الناس عاملاها توعيها عليهم يا مروه؟ ان لون الحاجب من اوله لاخره واحد دي أوكي. اكبر غلطه، مفيش حاجه اسمها كده. كلنا عندنا هنا كام شعرايه خفيفه فاتحه، فلازم نعملها كده، والنهايه هي المسحوبه بالاخر. طب واختيار لون الحاجب، ما كنت لسه اقول لك. طب هما ليه بيعملوا ليميت حواجب سودا وهو يعني مفيش حد يعني هم يعني بيعملوا كمين للناس يعني؟ بيحطوا لنا ليه في المحلات اللي بيتباع ازاي؟ لازم يشغلوه. طيب ما يشغلوهوش خلاص، يبطلوا في الستوك يعملوا اسود. اقول لك حاجه، احيانا طبعا هي بتستخدم في الميك اب الارتستيك قوي، وحاجه ثانيه شايفه احنا بنطول قوي بالحاجب ازاي شويه، بس طبعا لطول الحاجب حدود يا مروه. انا بعد ساعات بشوف بتبقى مرعبه الرسمه جنب الجنب. بصي بتبقى شايفه ودايما اروح مظبطه كده. ده بكونسيلر بتعمليه من تحت؟ الكونسيلر بالظبط. اوكي الكونسيلر اروح عامله كده اشيل اي زياده. يا جماعه انا مش شايفه الموضوع صعب جدا، شايفه بس يبقى عندكم التولز الصح وال سنس يا اميره. بصي انا دايما اقول ايه، الميك اب مش حافظه ستيبس، الميك اب انا بتعامل مع الانر بيوتي اللي هي انا حاسه ان في من جوه حاجه كده في جمال مرو، ما ادهاش شكل فيك، ما ادهاش شكل اللي هو مش كل الناس كده، في ناس كتيره حافظه مش فاهمه، ما دي المشكله. الجمال الميك اب مش تيبس يعني، مش حاجات، انما في تكنيك لازم يتحفظ. بس انا بغير التكنيك، باجي بشتغل جزء بالفرش، جزء بشتغله بايدي. يعني من ضمن الحاجات كذا واحده تسالني تقول لي دي فرشه الحواجب، طب دي فرشه انا برسم فرشه، انا بعمل الحواجب فرشه ايلاينر. انا بعملها فرشه ايلاينر دلوقتي، مش فرشه حواجب. دايما اقول لهم دي يعني مش كتاب اللي سماوي اللي تحسوها، اللي تحسوها بالظبط، اللي تحسي واللي تريحك في الشغل اشتغلي بيه. فعلا بالظبط كده. خلصنا كده يا مروه؟ بصي كده الباودر خلاص، بروح عامله الباودر عشان الكريمي ده يهدى. بس هنا نفس الحكايه. عموما مروه للاسف وقت الفقره خلص. بشكرك جدا، مبسوطه انك معايا، ويا ريت دايما تنورينا عشان تفيدي وتعلمي الناس بجد. يا مروه بجد ميرسي. ومروه شكلك زي القمر بجد ميرسي. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.